السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم جديد القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا معا بعض المشاكل اللي كنواجهوها في العمل بالنسبة للبومب إميرجي أو لا المضخة المغمورة. فأغلبية ديال المشاكل فهي كيكون في لاتوربين ديالها. فكما هذا المثال هذا اللي واجهنا هذا الصباح هذا، فملي فتحنا البومب ديالنا درنا لها الفحص لقينا بأن يعني كما كتشوفوا دير راه كالشي فيها والفيس. اش قلت لك هادشي كيديروا ابراهيم؟ خلاص كتير بعاني ابراهيم. لا تولي شوفوا هو اللي تحيد من بلاصتو، يعني تم ازالته بين لحوه في لاشين ديال اللحوه. ان شاء الله نرجعوا شفتي في قال لك نديروا فيس اخر ما غاديش تبقى عندها فيس. الفيس ديالها جرب واش خدام هذا، ولكن واش كدو ديال الديامتر ديال الفيس اللي غادي نقدروا نجربوا ليها. فلي بوب انرجي اغلبيه غالبية لي زونفان ديالها كثير فين كتحرق كيكون اغلبيه هو لا توربين كتنسى من بلاصتها او لا توربين كيكون الكواد سمو ديالها. فديما بالنسبه لعندك مشكل بومب انرجي ما كيطيحش لك الديجانكتور، فعرف ان الروتير ديالها او لاتوربين ديالها هي اللي خصها من بلاصتها اللون برا اوتوماتيكمون قوم بالتوجه ليها. هو يكون صغير غادي يكون هو هذاك. الى اللقاء، شكرا لكم، مع السلامه.